قوات الجيش والشباب المساندين أحرزوا اليوم تقدماً كبيراً في المحور الغربي لبنغازي. أنباء عن انهيار كامل في صفوف دفاعات الإرهابيين. أهلا بكم أيها المشاهدين. لابد من ليبيا وإن طال النضال. تلك كانت كلمة شهيد المحامين، شهيد الكلمة والنضال، المحامي المناضل السلمي ضد محاولة جر البلاد إلى مستنقع المشاريع الدينية التي كان ينفذها الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى كالقاعدة وداعش. تنبه الشهيد مبكرا لخطر هذه التنظيمات على الدولة الرخوة في فترة كان ينكر وجود هؤلاء الكثير من السياسيين الرسميين وغير الرسميين. اليوم الجيش يطلق على عملية التقدم الكبيرة والتي تصادف ذكرى استشهاد المناضل عبد السلام المسماري، عملية ليبيا وإن طال النضال، والتي دك خلالها آخر معاقل التكفيريين. ويسعدني أن أرحب بضيفي في حلقة اليوم من الحدث، الأستاذ أحمد العبار، العضو المستقل في هيئة الحوار. سأتحدث معه بداية على انتصارات الجيش وسياسيا إذا ما كان لها أي انعكاسات على ملف الحوار، كما سأتحدث معه عن تقييمه لأداء المجلس الرئاسي وتعليقه على المظاهرات والاحتجاجات في طرابلس، وهل فشل الاتفاق السياسي؟ أهلا بكم مشاهدينا، وينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد العبار، العضو المستقل في الحوار. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا، مرحبا بك. بداية، كيف تعلق أستاذ أحمد على هذا التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة اليوم في المحور الغربي لبنغازي، وأيضا أطلقت القوات المسلحة على هذه العملية عملية ليبيا وإن طال النضال لتزامنها مع استشهاد المناضل أو ذكرى استشهاد المناضل عبد السلام المسماري؟ نعم سيد أحمد، طبيعي أني أنا حقيقة أنا ما عنديش معلومات وافية على التقدم اللي حصل اليوم. ربما الآن من بعد دخولي للاستوديو سمعت بهذه المعلومات، يعني كنت غايب عن ولكن هذا التقدم ربما نأمل أن يكون خطوة إيجابية في التحرير الكامل لمدينة بنغازي استقرار والأمن التي ينشده كل المواطنين، عودة كل الآن الناس اللي هي في المناطق الآن مناطق القتال لمساكنهم، ولعودة الحياة لطبيعتها في مدينة بنغازي التي عانت كثير طيلة فترة هذه السنوات الماضية. نأمل أن يكون هذا التقدم مبشر وخطوة تدعو إلى التفاؤل عند كثير من الناس، وأن يكون هذا التقدم فعلا يحقق ما ينشده المواطن الليبي. طيب، سوف أنقل لك ربما جزءا من هذا التقدم أو هذه الانتصارات. اليوم أيضا تم تحرير بوابة الجواشة، وهي الأمر أيضا يعني ما تمثله أيضا بوابة الجواشة كانت تمثل بوابة ورمزا للقمع والتنكيل الممارس من قبل الجماعات الإرهابية، وأيضا كانت تمثل لتلك التيارات الإرهابية رمزا لسطوتهم وقوتهم واحتلالهم لمدينة بنغازي. كيف تعلق على هذا التقدم وأيضا تحرير بوابة الجواشة تحديدا؟ سيد أحمد، أنا زي ما قلت لك في بداية الحلقة أنا ما عنديش المعلومات الكافية على هذا التقدم اللي حضرتك تحدث عنه، ونامل أن زي ما قلنا في البداية أن يكون هو يكون هو الفاتحة الخير الآن لتعود بنغازي لوضعها الطبيعي، تنتهي فيها القتال التي عانت منه بنغازي لفترة طويلة. ربما أنا كان حضوري للحلقة واستعدادي للحديث صحيح. على الموضوع الآخر وهو موضوع ما دار في فترة، لأني أنا اليوم كنت فعلا غايب عن الأحداث طيب. بالكامل أني ما تبعتش الأخبار طيب من البداية. نعرف جيدا أنه لديك ظرف عائلي اليوم، وأيضا نتمنى
السلامة لوالدك الذي يمر بوعكة صحية أستاذ أحمد العبار، وأيضا نقدر لك قدومك اليوم إلى استوديوهاتنا في بنغازي لإجراء هذه المقابلة، وأيضا كما أخبرتني أنك لم تتابع على أحداث اليوم لانشغالك بمرض والدك. لكن فيما يتعلق بالحوار وهو موضوع حلقة الأساسي بطبيعة الحال، كثير من المراقبين والمتابعين أستاذ أحمد الآن أطلق ربما حكما على الاتفاق السياسي بأنه قد فشل تماما، هل أنت متفق مع هذا الحكم أو مع هذا التقدير؟ هو حقيقة ربما سوف لن أذهب إلى هذا البعد الفشل تماما، ولكن الآن الاتفاق السياسي يعاني كثير من الحقيقة من التعثر وعدم قابلية التطبيق بشكل مقبول الآن نظرا للظروف التي أحاطت بالاتفاق السياسي. ربما هذا يدعنا إلى أن نوضح قليل في مسيرة الاتفاق السياسي منذ البداية، يعني من بداية انطلاق الحوار السياسي من أقدامس الأولى التي كانت بين النواب المقاطعين والنواب مجلس النواب المنعقد في طبرق، ثم بعد ذلك انطلقت جولات الحوار التي كانت تمثل طرفي الحوار الرئيسيين المجلس النواب، والتي كان يمثل المجلس النواب الشرعي وأيضا المعترف به دوليا ومحليا، بالإضافة إلى المؤتمر الوطني الذي عاد من جديد إلى السلطة نتيجة ربما الاعتماد على حكم المحكمة، وأيضا انطلاق عملية فجر ليبيا التي قسمت البلاد بين مجلس نواب شرعي وحكومة في الشرق وأيضا حكومة ومؤتمر في الغرب. انطلق الحوار وكان الأمل على أن ينتج عن هذا الحوار اتفاق يخرج الليبيين من الأزمة، يجعل السلطة الآن التي كانت منقسمة ولا زالت سلطة واحدة. ربما كانت الخطوات الأولى في الاتفاق أو تشكيل التركيبة للاتفاق أو أمين، يعني أعتقد التركيبة الأولى لأعضاء الاتفاق أو الوفود لم تكون بالشكل المتوازن الصحيح، ولكن نتيجة الأمل المعقود أمل كل الناس على أن ربما ينتج شيء يخرج البلاد من الأزمة. إلى أن وصل إلى الاتفاق الآن، ربما حضرتك سؤالك على أن هل الاتفاق السياسي الآن يمر نعم هو الآن يمر بأزمة نتيجة الإخفاقات التي قامت بها الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، سواء كان من انعقاد مجلس الدولة بشكل غير صحيح ومخالف وخرق للاتفاق السياسي، وأيضا تعثر مجلس النواب في عقد جلسة متكاملة أو جلسة كاملة النصاب لتعديل الإعلان الدستوري أولا وتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، ثم بعد ذلك منح أو تصويت على منح الثقة للحكومة، تعثر جلسات مجلس النواب، انعقاد مجلس الدولة بشكل الآن يعني الكل يرى أنه مخالف أو خرق جسيم للاتفاق السياسي، أصبح فيه أيضا انطلاق عمل المجلس الرئاسة بدون أخذ أو منح الثقة من مجلس النواب، ألقت بظلالها على هذه الأجسام الثلاثة التي كان المفترض أن هي تطلع بمهام تطبيق الاتفاق السياسي بالشكل الصحيح. دعني سيد أحمد تحدث عن أيضا عن فريق الحوار اجتماعات هيئة الحوار، لكن قبل ذلك نعم تفضل. قبل أن نأتي إلى اجتماعات هيئة الحوار أستاذ أحمد، لكن الآن أيضا فيما يتعلق بسؤالي عن فشل الاتفاق السياسي، ربما أنت لا تريد أن تحكم الآن في هذا الوقت بالذات على الاتفاق بأنه فشل، ربما يمر بوعكة كما قلت. أيضا مارتن كوبلر راعي الحوار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وصف الاتفاق في جلسات مغلقة وفي اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وصف الاتفاق بأنه متعثر والمجلس الرئاسي بأنه متعثر، انطلاقا بعدم قدرته من عدم قدرته على إحداث التغيير فيما يتعلق بأزمات الناس المعيشية. نعم هو كون متعثر هذا امر يعني ظاهر، لا يعني السيد كوبلر لم ياتي بجديد انه يقول ان الاتفاق السياسي متعثر، والكل يعني وكل المواطنين الليبيين اللي تابعوا في الشان السياسي الليبي او على الاقل كانوا عاقدين امل على ان هذا الاتفاق ربما يخرج البلاد من الازمه، كلهم يعرفوا ان الاتفاق السياسي متعثر، واسباب التعثر واضحه زي ما ذكرنا في سابق، انه هو الاجسام الثلاثه المنبثقه عن الاتفاق السياسي او على الاقل التي
أوجدت هذا الاتفاق السياسي من خلال المشاركة في الحوار من البداية، هي الآن من تقوم بشكل واضح وسريع في عرقلة الاتفاق السياسي. يعني الآن المؤتمر الوطني التي كان طرف من أطراف الحوار السياسي وطرف رئيسي، وأيضا مجلس النواب الآن هم المعرقلين الأساسيين للاتفاق السياسي. ربما مجلس النواب له أسبابه، ولكن أيضا عدم انعقاد جلسة بكامل نصابها بشكل صحيح ألقى بذل المؤتمر والبرلمان ومن أيضا يتحمل، أيضا المجلس الرئاسي، نتيجة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة المشكلة. أيضا حتى تنطلق أعمال المجلس الرئاسي بشكل صحيح وشكل، يعني الآن التكليفات أو التكليف بمهام التي أصدرت للوزراء، هذا لا يعني أن الوزارات أو الحكومة التابعة للمجلس الرئاسي تعمل أو سوف تعمل بشكل صحيح. نعم. يعني الشيء الأساسي في عمل الحكومة هو منح الثقة من مجلس النواب، هذا لم يحصل عليه المجلس الرئاسي، وبالتالي المجلس الرئاسي الآن يعاني كثير من الإخفاقات. أيضا هناك شيء آخر ومهم ويجب أن يكون معروف لدى الجميع، أن تركيبة المجلس الرئاسي بحد ذاتها، أيضا آلية اتخاذ القرار في المجلس الرئاسي، هذه كلها عقبات ربما عرقلت سير المجلس الرئاسي. طيب نعم سيد أحمد، دعني آتي إلى شيء مهم جدا في قضية الاتفاق السياسي. هناك طبعا حسب ما معروف لديكم أن الاتفاق السياسي بعد أن وضع في والآن يعني أصبح للتطبيق أو للعمل به، هناك فريق الحوار السياسي المتابع لتطبيق بنود أو الاتفاق السياسي. الآن الشيء المهم جدا أن الفريق الآن فريق الحوار السياسي الآن عقد 3 جلسات من بعد التوقيع على الاتفاق السياسي وبعد تشكيل المجلس الرئاسي. نصوص الاتفاق تنص على أن يدعو الفريق أو البحث أو أطراف الفريق الحوار السياسي لاجتماع طاري في حالة وجود خرق جسيم للاتفاق السياسي. يعني الانعقادين الماضي والانعقاد اللي قبله حقيقة ما كانش الفريق الحوار السياسي بالشكل، يعني ما كانش في الوضع الصحيح لتقييم الخروق التي تمت للاتفاق السياسي، سواء كان بانعقاد مجلس الدولة أو أيضا بعرقلة مجلس النواب لعقد جلسة صحيحة. يعني كان هناك خروقات واضحة للاتفاق السياسي، وأيضا فيما يتعلق بهيئة الحوار لم تتصدى أو لم تكن قادر على التصدي لهذه الخروقات، هذا ما أفهمه من حديثك. نعم وهذا هذا 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 يعني أنا هذا نوهت وقلت هذا الكلام من بعد نهاية الاجتماع الأخير وأيضا الاجتماع السابق، يعني نحن لم نلمس الخروق بشكل صحيح، يعني لم ناخذ البنود الموجودة في الاتفاق السياسي ونعرف وين الخرق تم، سواء كان من المجلس الدولة أو مجلس النواب، ولكن للأسف الشديد أن الانعقادين الأخيرين يعني للفريق الحوار كانت انتهت بإصدار بيانات يعني لا ترقى لمستوى حل أزمة أو الاختناق اللي ساير في الاتفاق السياسي. هو تشكيلة هيئة الحوار أو سؤال عن تشكيلة هيئة الحوار، صورة هيئة الحوار الآن وأعضاء هيئة الحوار، هناك من يسأل عن طريقة اختيارهم، من الذي قام باختيارهم وهل هم قادرين أيضا على كشف هذه الأخطاء التي تقع أو الخروقات التي تقع في الاتفاق السياسي والتصدي لها؟ سيد أحمد دعني في هذا الشأن نوريك أن في بداية الحوار أو تشكيلة فريق الحوار السياسي بدأ كما تعلم حضرتك بين فريقين أساسيين في النزاع في ذلك الوقت، مجلس النواب التي كان يحظى بالشرعية والاحتراف الدولي، وأيضا المؤتمر الوطني الذي عاد إلى الحياة السياسية بعد حكم المحكمة، وأصبح هناك فريقين رئيسيين في الحوار. ثم بعد ذلك جاءوا بالمجموعة من المستقلين، كانت تركيبة الفريق هي تمثل أجسام ولا تمثل، كان مثلا المجلس الانتقالي كان منه 2 وأيضا مفوضية الانتخابات والنواب المقاطعون واثنين من المؤتمر المقاطعون من المؤتمر الوطني والمرأة، وكانت هذه تركيبة ما يسمى بمجموعة المستقلين، وانطلقت جولات الحوار بهذا الشكل إلى أن تم التوقيع على الاتفاق السياسي. ثم بعد ذلك صار هناك تغيير
في المجموعة أضيفت من المسارات الأخرى. أيضا كان في مسار الجزائر للأحزاب والسياسيين، ثم كان في أيضا مسار البلديات، أضيف بعض من الأحزاب، ثلاث أحزاب أعتقد أو أربع أحزاب أضيفت إلى مجموعة الحوار الرئيسية التي كانت مجموعة صخيرات كما يطلق عليها، وأصبحت مجموعة حوار الآن اللي هي مواكبة لعملية تطبيق الاتفاق السياسي، مركبة بشكل غير متوازن، وهذه حقيقة. ويجب أن ربما الاجتماع الأخير كان واضح فيه عدم التوازن في تركيب فريق الحوار المواكب لتطبيق وتنفيذ عملية الحوار السياسي. ليس كل من حضر اجتماع الجزائر تم دعوتهم لحوار الصخيرات، وتم فقط الاكتفاء بدعوة أطراف معينة فقط. الأطراف التي دعيت من مسار الجزائر كانت الأحزاب، دعي الممثلين الأحزاب، الآن أصبحوا جزء من الفريق الحوار، موقعين أيضا على الاتفاق السياسي، ويعني أصبح هناك خلل في تركيب. يعني سيد أحمد، نحن دعنا نتحدث بصراحة ونقول أن الآن الوضع الليبي الآن يحتاج إلى توافق، يحتاج إلى نظرة للواقع الليبي. نحن لا نستطيع أن نقفز فوق الواقع الليبي. نحن الآن نتحدث على قليم الثلاثة المكون الليبي، وتمثيل الفريق الحوار الآن فيه خلل في هذا هذا الجانب بالذات. خلل واضح أستاذ، واضح وكبير. وبالتالي نحن لا نستطيع أن نقول أن الآن الممثلين الموجودين هم يمثلوا أسام، ولكن الواقع يفرض نفسه ويلقي بظلاله على كل اجتماع، وبالتالي يجب أن يعاد تشكيلة فريق الحوار السياسي بشكل يكفل أو يضمن كل الأقاليم وكل الحراك السياسي والعسكري في كل إقليم. يجب أن يكون ممثل في الآن في فريق الحوار السياسي إذا أريد لهذا الفريق أن يستمر. وإذا أصبح هذا الفريق الآن لديه القدرة أو عنده القدرة على تعديل أو تصحيح مسار الاتفاق السياسي، يجب أن يتم إعادة التوازن للفريق الحوار السياسي. يعني هذا شيء يجب أن يكون مطلب لكل الآن اللي هم في الآن تدعو إلى إعادة هيكلة هيئة الحوار، لكن من الذي سيطلع بهذا الدور، ومن الذي من صلاحيته أن يسمي أسماء جديدة أو يعيد تشكيل إعادة تشكيل هيئة الحوار من جديد؟ يعني الآن البعثة هي من تقوم بدعوة أطراف الحوار أو دعوة تحديد الآن البعثة من خلال الخارطة السياسية الليبية والعسكرية. يجب أن يكون هناك توازن، يدعى الأطراف الفاعلة على المسرح السياسي والعسكري الليبي، تدعى أن تمثل، قصدي أن تمثل في فريق الحوار. هذا شيء يجب أن يكون من الآن ومستقبلا إذا أريد فريق الحوار أن يبقى. فريق الحوار بوضعه الحالي سوف لن يساهم مساهمة كبيرة في حل كثير من الإخفاقات، نظرا لأنه غير متوازن، وهناك يعني فيه نوع من هذا ما. طيب، من يتحمل المسؤولية عن هذا الخلل في هيئة الحوار الآن الذي تنتقده وتحمله جزءا كبيرا من المسؤولية عن تعثر يعني الاتفاق؟ أنا أقول لك البعثة بالدرجة الأولى، يعني البعثة هي تعرف أطراف أو تعرف قصدي الحراك السياسي الليبي والعسكري، تعرف كل المؤثرين في هذا في الشان السياسي الليبي أو في الوضع الليبي. كان بإمكان البعثة أن تضع خارطة أو تضع خارطة دقيقة للتمثيل الأطراف الصراع. الآن التركيبة تغيرت زي ما قلت لحضرتك، بعد البداية أصبحت مجموعة أضيفت، تم زيادة في بعض المكونات زي الأمازيغ والتبو والطوارق. الآن أصبح في الأحزاب دخلت هذه، يعني لما هذه لازم يعاد ترتيب الوضع بشكل صحيح، نظرا يعني الخارطة للأرض يجب أن يتم إسقاطها على فريق الحوار. طيب، لكن هناك من يقول إنه ليس هيئة الحوار فقط هي من تتحمل المسؤولية، ويعتبر إنه الاتفاق السياسي من البداية بنوده كانت تحمل بذور فنائه. يعني الاتفاق السياسي أصلا كان مفخخ وشائك، لذلك لم يكن عمره طويل. أستاذ أحمد، إلى أي مدى أنت متفق مع هذا التحليل؟
سيد أحمد، الاتفاق السياسي عندما ننظر الاتفاق السياسي يعني كان هو المخرج أو الأمل التي ربما كان قد يساهم أو يساعد في حل الأزمة الليبية. الأطراف الرئيسية يعني على سبيل المثال مجلس النواب اللي هو الممثل الحاصل على يعني الحاصل على الشرعية محليا والاعتراف الدولي، يعني كانت يعني مساهمته ومشاركته في الحوار من بدايته بوفد كبير، بتواصل ايضا مع مجلس النواب. بقيه الاطراف الاخرى كالمستقلين او الاسامي الاخرى، ربما عندما تذهب هذه الاسامي التي تقود العمل السياسي في ليبيا الى الموافقه، الاطراف الاخرى حتكون فقط داعمه يعني غير مؤثره بنفس الدرجة التي يؤثر بها مجلس النواب أو المؤتمر الوطني. ولكن نقول لك بأمانة أن في البداية كان هناك ربما مجلس النواب، للأسف الشديد أن من بداية الحوار فريق مجلس النواب لم يكون برغم احترامي لكل لم يكن بحجم المسؤولية، يعني مش قصدي حجم المسؤولية، كان مربك من المجلس. كان هناك تصريحات من بعض النواب في بعض الأحيان تلغي وأحيانا ترفع الصفة عن الممثلين وأحيانا تطالبهم بالعودة والانقطاع. صحيح، وهناك أيضا اتهامات لفريق الحوار أيضا بعد عزله بأنه كان يبحث عن مطالب شخصية ولا يمثل البرلمان في الحوار. كان مربك، وأيضا فريق المؤتمر الفريقين الرئيسيين يعني كان ربما أستطيع أن أقول سيد أحمد أن الحوار كان بين مفاوضين غير مفوضين، يعني ما مش مفوضين بصالح بكامل الصلاحيات لكي يفاوضوا ويتخذوا قرار. ومرة أخرى هذا الخلل تتحمل مسؤوليته بعثة الأمم المتحدة، ليس كذلك؟ نعم، هي البعثة إلى حد ما تتحمل كثير المسؤولية، ولكن الأطراف المؤثرة يعني كانت في ذلك الوقت أثناء فترة الحوار، أثناء إعداد الاتفاق السياسي في شكل النهائي، كان في إمكان الأطراف الرئيسية للحوار يعني تقدر تتخذ قرارات أو تتخذ إجراءات. نعم، هي اتخذت إجراءات بالفعل، يعني المؤتمر كان رافض لوفد حواره الذي وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق، البرلمان كذلك عزل فريق حواره الذي وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق. إذن هو اتفاق أشخاص غير مفوضين وغير مؤهلين بالتوقيع على الاتفاق. إذا من البداية الاتفاق يمكن أن نصفه بالفاشل أستاذ أحمد. سيد، ربما الفشل سواء كان من يعني مجلس النواب الطرف الرئيسي والمدعوم دوليا ومحليا، يتحمل جزء كبير من مسؤولية ما تم في الاتفاق السياسي. أما بقية الأطراف الأخرى اللي هي زي المستقلين أو الأحزاب، فهذه عبارة عن مسارات داعمة أو أشخاص داعمين. ولكن مثلا تأخذ على الخارطة الفريق الحوار السياسي، من هم داعمين للمجلس النواب؟ مجموعة من الفريق المستقلين، وفي فريق آخر ربما داعم للمؤتمر. ولكن موضوع التوقيع بالحرف الأولى، عندما تغيب وقاطع وفد المؤتمر أصر مجلس النواب والباقي بقية الحاضرين للحوار، وتم التوقيع بالحرف الأولى بدون حضور المؤتمر. ثم عاد المؤتمر ترتيب وفده، وعاد من جديد بوفد جديد. ربما كان ذلك الوفد أكثر تأثير من الوفد السابق، التغيير اللي تم وأصبحت يعني أنا أقصد التوقيع النهائي وليس التوقيع بالأحرف الأولى. نعم، التوقيع النهائي كان بين أشخاص غير مؤهلين يعني وسحبت منهم الشرعية أو الصلاحية من الطرف الذي بعث بهم أو الجهة التي بعثت بهم. نعم، الحوار. نعم، الآن هؤلاء الأشخاص الآن عادوا بحسب الاتفاق السياسي اللي هو إعادة الروح من جديد للمؤتمر الوطني، عادوا كثير منهم الآن في الموجودين في مجلس الدولة. يعني من وقع الآن هم اللي موجودين في مجلس الدولة، من وقع الاتفاق هم أعضاء في مجلس الدولة أو في أيضا في مجلس رئاسة. نعم، مجلس الدولة. صحيح، يعني هذا الموضوع أيضا موضوع مهم سوف نناقشه فيما يتعلق بأعضاء هيئة الحوار موجودين سواء في مجلس الدولة أو أولئك الذين تم توزيع عليهم مناصب في تمثيل ليبيا في سفارات أو في منظمات الدولية. ضم إلي الآن دكتور عاطف حسية عبر الهاتف من البيضة. دكتور عاطف، أهلا بك. دكتور عاطف،
نعم. أهلا بك بداية، هل أنت متفق مع الطرح الذي يتحدث الآن على أن الاتفاق السياسي قد فشل؟ هناك من يقول أنه تعثر ويمكن إعادة ربما الثقة في هذا الاتفاق وإعادة ترميمه، إلى أي مدى أنت متفق مع هذا الطرح؟ مساء الخير أخي أحمد، ومساء الخير للسادة المشاهدين وضيفك الكريم السيد أحمد العبار. في نظري الاتفاق السياسي ممكن كما وصف السيد أحمد بأنه هو كان الأمل الواقع الوحيد في بداية المبادرة في انضمام بعض المقاطعين لمجلس النواب، المقاطعين لمجلس النواب في إيجاد نموذج للوفاق. أنا في اعتقادي بأن الجولات الأخيرة في الحوار بوجود نموذج الاتفاق السياسي اللي تمثل في المجلس الرئاسي في طرابلس كان في الأساس هو فكرة في مناقشة الخروقات سواء من المجلس الرئاسي أو تأسيس وانتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة. أعتقد أنه هو أزمة حقيقية في وجود النموذج نفسه، ولكن العمل على إحياء أجسام قديمة أو إعطاء شرعية لأجسام بدأت مسيرتها السياسية بخروقات واضحة للاتفاق السياسي هو بصراحة عمل خاطئ وعمل سيجلب الكثير من المشاكل في المستقبل. ولكن يبدو أن بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها السيد كوبلر بأن وجود المجلس الرئاسي في طرابلس فكرته هو دخول طرابلس بالقوة الناعمة ووجوده على الأرض وفي قاعدة ستة أو ما أصفه أنا بصراحة بأن التسلل إلى بعض الوزارات عن طريق بعض الوسطات ما بين سواء أعضاء المجلس الرئاسي اللي محسوبين على تيارات معينة وانتماء هؤلاء الوزراء لهذه التيارات. في اعتقادي وصل إلى طريق مسدود بدليل بأن هناك مشاكل ومشاكل كثيرة ليس في طرابلس فقط بل في ليبيا بالكامل. وارتهان طرابلس من جانب مجموعة معينة أثرت على الساحة السياسية في ليبيا سواء بالسلاح أو بالفتاوى أو بوجود سياسي غير معلن مدعوم من دول أخرى هو المشكلة الحقيقية. وبالتالي ما زال بعثة الأمم المتحدة ترى النزاع الليبي وكأن حرب أهلية قد يتدخل فيها البعض بأجندات خارجية أو سواء دينية أو مدنية أو غيرها أو ليبرالية أو يمينية أو يسارية، ولكن في الحقيقة وفي الواقع بأن مشكلة الاتفاق السياسي هو عدم سيطرة الدولة على العاصمة، وبالتالي ارتهان كل الاتفاق السياسي بوجود هذه المجموعات في العاصمة هو السبب الرئيسي. فإن لم يكن الأساس في الاتفاق السياسي هو سيطرة على مفاصل الدولة. وتعتقد دكتور وتعتقد ربما أن التظاهرات الأخيرة التي طوقت وحاصرت المجلس الرئاسي في طرابلس حديث على أن الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار المفتي السابق قاموا بتطويق مقر قاعدة بوستة البحرية نوع من الابتزاز والضغط ضد المجلس الرئاسي الذي كان متوقعا، وأنت الآن تحمله المسؤولية في فشل الاتفاق وفشل أيضا المجلس الرئاسي، ليس كذلك؟ بالتأكيد أنا ليس من دعاة بأن الاتفاق السياسي فشل بالكامل، ولكن الإبقاء على النموذج أو تغيير في الأشخاص والله في التمثيل مهم جدا. وبالتالي كما ذكرت أخي أحمد بوجود بعض المجموعات والتظاهر بطريقة أمام المجلس الرئاسي هو في الواقع مناورة سياسية، وليس هي وجود هو إثباتها نحن وجودها على الأرض يعني زيادة بطاقات أو ورقات الضغط في الاتفاق السياسي. أنا بصراحة هجومهم أو تظاهرهم كما يدعون أمام المجلس الرئاسي في طرابلس هو له علاقة مباشرة جدا في هجوم ما يسمى بسرايا حماية بنغازي على منطقة المقرون وسيدي سلطان ودخولهم في إقليم باقة بهذا الأسلوب. هو كأن هم ينفخون في بوق بأن نحن هنا ونستحق النصيب أو وجودنا في حكم ليبيا. ابقى معي دكتور عاطف حسية العضو المستقل في هذا الحوار، مرة أخرى أعود إليك الأستاذ أحمد العبار، كيف رأيت هذا المشهد الذي ظهر في العاصمة الجمعة الماضية محاصرة قاعدة بوستة البحرية حديث على أنصار الليبية المقاتلة وأنصار المفتي المعزول هم الذين نفذوا هذه التظاهرات من أجل ابتزاز المجلس الرئاسي؟
نعم، هذه سيد أحمد، هذه واحدة من الأشياء التي تعيق تطبيق الاتفاق السياسي، لأن هناك أطراف خارج الاتفاق السياسي زي المفتي وما يدعو إليه من شن حروب، في زي ما دعا إلى شن الحرب في برقة، وأيضا عدم اعترافه بالمجلس الرئاسي، وأيضا ربما وصل إلى تكفير كل من حتى يعترف بالمجلس الرئاسي. لديه قوة تتبع هذا المفتي وتأثر. خروج المظاهرة في ذلك الوقت ربما رسالة مبكرة بأن المجلس الرئاسي أو الحكومة سوف لن تستقر أو سوف لن تعمل بشكل طبيعي في طرابلس كحكومة لكل الليبيين وحكومة لإنقاذ ليبيا. هذه رسالة كانت واضحة، وكان في ذلك اليوم أو في ذلك الليلة ذلك الهجمة التي تمت على مقر تواجد المجلس الرئاسي كانت حتهدد وتنسف الاتفاق السياسي بالكامل. ربما هؤلاء الناس لديهم مخططاتهم الخاصة أو لديهم مشاريعهم للحكم من جديد، لأن هناك أطراف كثيرة سيد أحمد لم تدخل في الأطراف السياسي بشكل صحيح ولم توافق على الاتفاق السياسي، وبالتالي ربما تنتظر في أشياء أخرى. هذا المشهد الآن قدم دليلا آخر أستاذ أحمد للمناوئين للاتفاق السياسي منذ البداية. نعم. الرافضين للاتفاق السياسي كانوا يتنبؤون بأنه هذا المشهد هو الذي سوف يكون في العاصمة حال قدوم المجلس الرئاسي حتى لو نال الثقة من البرلمان، لأنه ميليشيات كثيرة هناك وجماعات إرهابية لا يمكن صهرها ولا تذويبها ولا إجبارها على مغادرة العاصمة، لذلك هم كانوا رافضين للاتفاق السياسي. طبيعي، وما حصل في العاصمة هو زي ما قلت لك في البداية مؤشر أو دليل على أن يعني الأمر سوف لن يكون طبيعي أو عادي أو سهل للمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق بأن تنطلق بالعمل كحكومة وفاق وطني أو تنطلق بالشكل، لأن الأمر فيه كثير من التعقيدات والصعوبة. يعني لو تأخذ الآن الخارطة السياسية والعسكرية في طرابلس بالذات الآن الأمور متداخلة، يعني الآن موجود المجلس الرئاسي أو حكومة المجلس الرئاسي في طرابلس، الطريق إلى الزاوية الآن مقطوع 40 كيلو متر من طرابلس، ما فيش طريق توصلك للمدينة الأكبر لغرب طرابلس، وبالتالي السيطرة الآن لا يعني حتى المدة اللي قضاها المجلس الرئاسي في طرابلس الآن كل الخطوات التي اتخذها هي عبارة عن خطوات بطيئة غير مشجعة، على أن ربما يعقد أمل كبير على أن هذا المجلس سوف يقدم الكثير، بالرغم من الأخذ في الاعتبار كل الظروف المحيطة به، يعني هو ما يشتغلش في وضع طبيعي وبالتالي هناك صعوبات، ولكن أيضا خطواته لا زالت متعثرة وبطيئة جدا. يعني المجلس الرئاسي عادي لطرابلس لم تجاوز أعتقد 100 يوم، ونوقش هذا الكلام على فكرة في 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 في, في اجتماع فريق الحوار، ولكن الخطوة التالية هي التي لا زالت غائبة حتى على فريق الحوار وعلى الجميع. ما هي الخطوة التالية التي يتم بها دعم المجلس الرئاسي، إعادة ترتيب فتح مسودة الحوار من جديد؟ هذه الأمور كلها لم يتطرق لها فريق الحوار، كل ما هنالك عن سماع إلى ملاحظات استمع مجلس الرئاسي إلى ملاحظات فريق الحوار، عرض المجلس الرئاسي المشاكل التي تواجه عمل المجلس الرئاسي منذ وصوله إلى العاصمة أو منذ تأسيسه. المحصلة النهائية لم يكن هناك خلاصة رأي إن أنا ماذا سوف تكون الخطوة القادمة، هل سنعيد فتح مسودة الاتفاق من جديد، هل نعيد ترتيب المجلس الرئاسي، هل نعيد، يعني هذه الأمور كلها للأسف الشديد كانت الاجتماع الثاني لفريق الحوار ولم يصل إلى هذه النقاط. طيب. الحساسة. مرة أخرى أو أستقبل الآن الأستاذ بالقاسم الجزيط العضو المستقل في هيئة الحوار. أستاذ بالقاسم أهلا بك. اهلا بك يا اخي، مساء الخير جميعا لكم والسيد العبار والسيد الحب. لنبدا يعني من يوم او تظاهرات يوم الجمعه الماضيه امام قاعده بوسته البحريه المناوئه للمجلس الرئاسي، قيل انه انصار المفتي السابق وايضا صادق الغرياني وايضا انصار
ربما بعض رموز الليبية المقاتلة الرافضين للاتفاق السياسي الآن والمطالبين بطرد المجلس الرئاسي. هذا الأمر قدم دليلا إضافيا أستاذ بالقاسم للرافضين والمناوئين للاتفاق السياسي بالمجمل منذ البداية على أن هذه الصورة هي التي سوف تكون ديدن الأمور في طرابلس حال قدوم المجلس الرئاسي إليها في ظل تغول هذه الجماعات المسلحة هناك. في الحقيقة يعني ما أعطى المبرر لهذه المظاهرات هو الأداء البائس الحقيقة للمجلس الرئاسي. الناس تنتظر ولكن لا حلول، يعني لا حلول لمشاكل المعيشية، الكهرباء، السيولة، يعني الغلاء المختلف من عقالها، هذه الأشياء ضغطت كثيرا على الناس في كل ليبيا، ولكن الحياة في العاصمة الليبية لها خصوصية أكثر. هذه جعلت من السهل أن يتعاطف البعض مع خطاب المفتي الحقيقة، يعني لأن هناك حالة من التملق من أداء المجلس الرئاسي سواء كان في مستوى النخب السياسية أو في مستوى المواطن في الشارع. يعني بالتأكيد يعني أنا لا أستطيع أن أقول أن الترتيبات الأمنية في طرابلس كانت على ما يرام. بالتأكيد أن الترتيبات الأمنية كانت هي النقطة الأضعف في كل الاتفاق السياسي، لكن أنا أعتقد لو أن أداء المجلس الرئاسي على في شقه الاقتصادي على الأقل، نحن نؤمن بأن هناك مشكلات سياسية، والحقيقة بغبائنا نحن الليبيين عقدناها وأصبحت عويصة، لكن أعتقد أن الأداء الاقتصادي للمجلس الرئاسي لو كان جيدا لانتزع شرعية من الشارع، ولكان من المتعذر تجيش الشارع في طرابلس وغيره على المجلس الرئاسي. طيب المجلس الرئاسي الآن يتحمل جزءا من المسؤولية في تعثر الاتفاق السياسي أستاذ بالقاسم، لكن هناك من يحمل المسؤولية أيضا لهيئة الحوار ويقول أنها متشرذمة وغير قادرة على تصدي للخروقات التي حدثت في الاتفاق السياسي، ويطالب بإعادة هيكلة الاتفاق هيئة الحوار كما طالب الآن الأستاذ أحمد العبار العضو المستقل في الهيئة. هو الحقيقة يعني عدم نجاح الحكومة الحقيقة هذا نتحمل مسؤوليته جميعا، لكن أنا شخصيا أعطي نصيب الأسد من المسؤولية لمجلس النواب. لو كان مجلس النواب منح الثقة لهذه الحكومة لزالت عوائق كثيرة. يعني بالتأكيد لجنة الحوار السياسي فكرة إعادة هيكلتها فكرة مقبولة، هي يعني البعض يعتقد ان صوت برقة غير ممثل التمثيل الذي يستحقه. انا اميل لهذه الفكره، يعني الجميع يعرف ان الزميل الشريف الوطني والزميل توفيق الشيبي لم يعوضهم احد، ولهذا البعض يطرح فكره تعويض السيد توفيق الشيبي والسيد الشريف الوطني، وهذه فكره مقبوله. نحن كلنا اعتقد ان اي حكومه ليبيه لا تحظى بدعم كل الليبيين لن تنجح، سواء كان مجلس رئاسي او رئيس منتخب او غيره. ولذلك انا اعتقد ان بالتاكيد يعني جماعه المصمد الوطني العام والمفتي لهم دور في اعاده المجلس الرئاسي. البرلمان له يعني القدح المعلق في هذا الفرق. ايضا الحقيقه يبدو ان المجلس الرئاسي لا يشتغل بانسجام، يبدو انهم على الاقل يعني هذا ما رشح لنا من خلال لقائنا. طيب. مع يعني الاطراف الدوليه مع مطرح ليبيا المركزي مع كثير من الاطراف. ابقى معي استاذ بالقاسم لو سمحت لي، اعود مره اخرى يا دكتور عاطف حسيه. دكتور عاطف هل انت معي؟ نعم. طيب الان لنعود الى هيئه الحوار واجتماعات هيئه الحوار، ابرز ما دار في اجتماعات هيئه الحوار في تونس. والله هو بصدق يعني واحدة من إخفاقات سواء البعثة الدولية المتحدة في ليبيا هو عدم الإعلان عن أجندة أو جدول أعمال واضح لاجتماعات هيئة الحوار في سواء أخيرا وضحتها محاولات في اجتماعات في أماكن أخرى للتعاطي مع هذه الأجندة، ولكن يبدو لي بأن الاجتماع كان مخصص للاستماع وكأنها جلسة استماع للحكومة أو المجلس الرئاسي أمام هيئة الحوار
وتقييم لهذه الحكومة أو حكومة توافق بالتحديد ورئيسها بالخصوص. الواضح أيضا بامتعاض الناس كما قال أخي السيد بلقاسم، بأن وجود المشاكل الاقتصادية تشكل العمود الفقري للتيار المعارض لهذه الحكومة، وهو شيء طبيعي، لأن إذا كان الحكومة ما قدرت تحل مشاكل الناس وفي أي إقليم من أقاليم ليبيا فهي حكومة أقل ما يقال عليها بأنها حكومة مقصرة. ولكن التدخل الأمم المتحدة بشكل أساسي، خاصة في الزيارات الأخيرة للسيد كوبلر للتجار النفطي، يدع بصراحة علامة استفهام كبيرة على نوايا الأمم المتحدة وبعثتها وعلى رأسهم كوبلر، بأن هناك أوراق جديدة ستقحم في هذه في المشهد السياسي الليبي، وكأنها نصيب جديد لناس لديهم أوراق سواء من قفل الموارد النفطية أو من تسليح الجمهور كما قال السيد بلقاسم في طرابلس، أو حشد الجماعات المتطرفة أو الدينية أو اليمينية أو اليسارية وغيرها. هي مراجعة، أنا أتوقع أن هيئة الأمم المتحدة ستراجع تمثيل هذه الجهات في الحوار في الأيام المقبلة. ولكن لازلت أقول بأن النموذج ممكن أن يكون مقبول من معظم الليبيين، ولكن مراجعة كما يقولون الكيمياء ما بين هؤلاء الناس في داخل المجلس الرئاسي هي بحقيقة ممكن من أكبر العوائق أمام المجلس الرئاسي. طيب. في أنتقل الآن مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد العبار. أستاذ أحمد العبار، ضعني في صورة أبرز ما دار في اجتماعات هيئة الحوار الأخيرة في تونس. نعم سيد أحمد، ربما ما ذكره السيد بلقاسم في قضية تركيبة الحوار وعدم التمثيل الصحيح للمنطقة برقة في الحوار الآن، هذا للأسف أن نحن نبهنا عن هذه النقطة من الاجتماع قبل الأخير، ولكن لم يؤخذ في الاعتبار. يعني بعد مقاطعة السيد الشريف الوافي والسيد توفيق الشيبي كما ذكر السيد بلقاسم، أصبح هناك نقص في عدد أو اثنين من كانوا شخصيات مهمة جدا في برغم يمثل المؤتمر، ولكن أيضا أمر تمثيل الأقاليم سيد أحمد الآن أصبح أمر لا يمكن أن نقفز عليه، ويجب أن يؤخذ بشكل صحيح كما أخذنا في هيئة الدستور، وأيضا في الآن في التشكيل تركيبة المجلس الرئاسي، وأيضا في توزيع حتى في الحكومات وتوزيع الوظائف، ربما وصل الآن إلى التوزيع حتى للسفارات. يجب أن يكون هذا الآن أصبح هذا أمر واقع، ما حدش يقدر يقفز عليه، لأن للأسف الشديد اللي دعا لهذا الشيء هو الشعور بالتغول، الشعور بالتهميش، المركزية المقيتة، السيطرة، يعني هذه كل الأشياء التي دعت كل الأقاليم. ربما سمعنا خطاب آخر في للأسف الشديد في الاجتماع الأخير لمجموعة حوار، ولكن التمثيل المنطقة الشرقية، تمثيل أنا ذكرت في بداية الحلقة تمثيل الحراك السياسي والعسكري الموجود الآن على الخارطة الليبية يجب أن يكون ممثل بشكل صحيح. الآن لجنة الفريق الحوار الآن غير متوازن بشكل صحيح، فريق يعني ما يمثل طرفا واحدا يعني وطيارا واحدا، يعني طرف أي ربما طرف أو طرفان الآن هم يهيمنوا بشكل كبير على الحوار، يسير الحوار منذ البداية، ولكن الآن أصبحت مواكبة تطبيق الاتفاق السياسي تحتاج إلى فريق متوازن تمثل فيه كل الأقاليم، برقة، طرابلس، فزان بشكل صحيح، لأن هذه أصبحت واقع يجب ألا نقفز عليه، ويجب ألا يعني حتى نقول لك أشياء يعني ربما حصلت، يعني في بعض مثلا من خلال الحوار مثلا ما يحصل الآن في المنطقة الشرقية، والجيش كان الملزم بالدفاع والحديث عن نيابة عن الجيش في المنطقة الشرقية الذي يحارب الإرهاب، كان الملزم بالدفاع عليه هو مجلس النواب اللي الآن اللي هو تابع الجيش تابع لمجلس النواب الشرعي، هو من أعطى الشرعية للجيش، هو من عين قائد هذا الجيش، ولكن للأسف الشديد أن وفد مجلس النواب ما كانش في 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 في, في الوضع الصحيح لتوضيح صورة ما يحصل في 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 بالنسبة ما يخص الجيش في المنطقة الشرقية. الشيء الآخر اللي يذكره السيد عاطف هو مهم جدا في إخفاقات المجلس الرئاسي، أن الزيارة التي قام بها السيد
كوبلر للهلال النفطي، يعني هذا من يعني هذه أعطت انطباع بأن سيادة الدولة الليبية يعني فعلا يعني كان المفترض لو كان من الضرورة زيارة الهلال النفطي أو من يسيطرون الآن على 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 النفط أو يعتقدوا أنهم تحكموا في تصدير وبيع النفط، كان المفترض أن يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي واحد أعضاء المجلس الرئاسي داخل الدولة الليبية، يأتي لمناقشة وضع النفط، ربما تكون أكثر قبول من زيارة كوبلر لحل واستقبال. أستاذ أحمد، فقط لو سمحت لي، يعني دكتور عاطف حسية الآن يقول أنه لم يكن هناك جدول لأعمال هيئة الحوار في تونس، لكن هل كان جزء من النقاش هناك إعادة فتح الاتفاق السياسي؟ نعم، لا لم يتطرق، ولكن طلب من الفريق الحوار السياسي وضع جدول أعمال، ونحن الكل الموجودين في الفريق تم نقاش وضع جدول أعمال، تم وضع كان محدد بدراسة الاتفاق السياسي، المجالس الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي، النواب والدولة والمجلس الرئاسي، كذلك الملاحظات على البحث والزيارات وتسريحات المبعوث كانت ضمن جدول الأعمال. كان هناك وضع جدول الأعمال وضع من خلال فريق الحوار، في يناقش فريق الحوار شنو الأشياء التي يجب أن يتم مناقشتها في الجلسة اللي فاتت، ولكن الآن يعني خاتمة الاجتماع لم تكن كالبداية، كانت يعني بان فيها واضح أن الفرق في التواجد، فرق في التمثيل كان واضح وكان جلي. يعني كان يعني نحن ربما من يتحدث الآن على وحدة التراب الليبي ولا يحدث على خطر تهديد الوحدة التراب الليبي، يعني لم تجد أذان صاغية بشكل صحيح، الكل كان لديه للأسف الشديد كانت يعني كانت أنا على الأقل بالنسبة لي أنا كانت مخيبة للأمال بشكل كبير يعني. طيب مرة أخرى أعود إلى الأستاذ بالقاسم إكزيت. أستاذ بالقاسم، يعني بعد وعود قدمها راعي الحوار وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر للمستشار عقيلة صالح بعد أن اجتمع به في سلطنة عمان، وعود فيما يتعلق بإعادة فتح الاتفاق السياسي وتعديله، أيضا جدد وقدم هذه الوعود بعد أعضاء مجلس النواب ولعضو مجلس الرئاسة المقاطع علي قطاني في اجتماع تم بينهم في القاهرة، لكن مع ذلك لم يتم مناقشة ذلك في هيئة الحوار، ما تفسيرك؟ هو للأمانة الحقيقة يعني السيد كوبلر لا يفرض أجندة يعني للحوار، الحوار في العالم يأتي بطلب من أحد أطراف الحوار، ويعني أطراف الحوار السياسي هم الذين يحددون الموضوعات التي تخضع للنقاش والتمحيص. في المجمل هناك احتراف عام بأن فتح الاتفاق السياسي سيرجع بنا إلى سبتمبر 2019، هذا احتراف عام موجود، ولذلك يعني ربما يعني ربما حتى في اللقاءات الجانبية يكون هناك ربما كلام عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، عن الكلام في الملاحة. طيب، لكن هذا الحديث الآن الذي تقوله الآن أستاذ بالقاسم أنه لا يتدخل في اجتماعات هيئة الحوار، لكن هناك من يقول أنه هو الذي يدعو إليها وهو الذي يتدخل فيها وأيضا يقوم بأمور أخرى. على سبيل المثال الآن أيضا أستاذ أحمد العبار انتقد خطوة زيارته للهلال النفطي باعتبار أنه غير مؤهل وغير مخول بهذا الأمر، إذا هناك تدخلات فعلية يقوم بها على الأرض المبعوث الأممي، ليس كذلك؟ لا، أنا أتكلم عن الموضوعات التي تطرح يعني في الحوار وطريقة النقاش. على سبيل المثال في الجلسة الماضية كانت هناك يعني مواضيع كثيرة وملفات كثيرة رأت لجنة الحوار عدم مناقشتها وهي مقدمة من البعثة الدولية. أما الزيارة على الأرض، نعم الزيارات على الأرض يعني الكثير منها مثير للجدل، وأنا أعتقد يعني أن إقفال الحقول النفطية، نحن لدينا ثلاث مصادر رئيسية، أحدهم يقع في أقصى الشرق في البريغا، ونحيي إخوتنا في الحريقة عفوا يعني في طبرق، وهذه هي رئاسة الليبيين الوحيدة الآن لأنها تصدر في منطقة الهلال النفطي مقفلة من سنتين، وأيضا أنبوب النفط الذي يأتي من الجنوب الغربي ويمر
منطقة الريائنة هو مقفل ونحن نخسر الكثير، وهذه الأزمة الاقتصادية هي نتيجة إقفال خط نفط الريائنة والحقول النفطية في الهلال النفطي. أنا أيضا لا أعتقد أن من حق السيد مارتن كوبلر زيارة هذه الأماكن، وأعتبره أمر غير يعني غير مقبول، وهو يحمل نوعا من التدخل في القضايا المحلية، وكان الأجدى والأجدر أن يكون أن يزور هذه المنطقة ويحل إشكالات السيد فائز السراج أو المجبري أو الكوني أو أي أحد من أعضاء المجلس الرئاسي. لكن الآن هذا الأمر اعتبر تدخلا فجا في أمور ليس له بها علاقة فيما يتعلق بزيارته للهلال النفطي وحديثه عن إعادة تصدير واتفاقه مع الجدران على إعادة فتح موانئ التصدير. هذا الأمر ربما يجعل الكثير، وسامحني في الكلمة، غير مصدق لموضوع أنه مارتن كوبلر لا يتدخل في الأمور السياسية في موضوع اجتماعات هيئة الحوار وإلى ما ذلك. يعني في لجنة الحوار الحقيقة في بعض الأحيان يعني يتدخل، لكن إذا وجد من يتصدر على سبيل المثال، يعني قبل أيام صرح حول إمكانية تكوين 3 جيوش في ليبيا، لكنه تلقى انتقادات يعني شديدة ولاذعة، ويعني توقف عن طرح الموضوع. أنا أعتقد أن السيد كوبلر يحاول إنجاز شيء، لكن هو يعني لا يفهم الملف الليبي تماما إلى الآن. بالتأكيد وقع في أخطاء ربما في بعض الأحيان يعني تدخل عموما هو نحن أي تدخل لا نقبل به، لكن يعني مع بالغ الأسف وبكل مرارة ليبيا يتدخل فيها الجميع. يعني الفرق أن هناك تدخلات معلنة نستطيع انتقادها، بينما هناك أموال ومخابرات وأسلحة تدخل البلد لهذا الطرف أو ذاك وتؤجج الصراع المرير في البلد، وأطرافها يعني كثيرة، لكنها غير مرئية وغير ملموسة لدى الكثير. طيب ربما يعني سؤال نهائي في نهاية الحلقة لكل ضيوفي الآن، كيف يمكن إعادة ترميم الاتفاق السياسي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه أستاذ بالقاسم؟ الحقيقة أنا التقيت يعني ببعض الأطراف، يعني أستطيع أن أقول من الطرف الرئيسي الكبير الذي لا زال يعطل نجاح الاتفاق، وهو طرف الذي يتمثل في السيد عقيلة صالح والقيادة العامة للجيش. هم يطرحون إمكانية بقاء رئيس المجلس الرئاسي منفردا دون نواب، مع وجود دور للقيادة العامة للجيش وبقائها وبقاء بعض السلطات والصلاحيات في يد رئيس مجلس النواب. الطرح لا أعرف يعني مدى معقوليته، في جزء منه معقول وفي جزء منه غامض لا أعرف. أيضا البعض يطرح في حال تعثر المجلس الرئاسي يبدو أن هناك وجهة نظر تتجه إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وهذه ويبدو أن هذا الطرح يلقى قبولا من أطراف في البرلمان، على الأقل الأطراف يعني فلنقل القوية. نعم، لكن متى سوف يتم ذلك، خاصة أنه كان من المأمول أن يتم مناقشة هذا الأمر في اجتماعات هيئة الحوار الماضية في تونس؟ صحيح، هو في تقديري كان ينبغي أن يناقش، لكن الرأي الغالب كان إعطاء فرصة أخرى للمجلس الرئاسي. لماذا؟ وأعتقد أن هذه ليست مسؤوليتنا. المجلس الرئاسي لم يستطع استلام أموال من البنك المركزي الليبي، وبالتالي هو كان دون مخالب ودون أسنان. لكن الحقيقة أنا ليست مشكلتي، أنا عندما أنتخب حكومة ليست لي علاقة بالتفاصيل الأخرى، أنا أريد إنجاز على الأرض. لكن على كل الأحوال كان الرأي الغالب من أطراف الحوار السياسي، والحقيقة يعني للأمانة حتى المجتمع الدولي كان يرى في يعني أنه من الأفضل إعطاء فرصة قد تكون الأخيرة. نعم، أنتقل الآن إلى الأستاذ أحمد العبار. أستاذ أحمد، الآن كيف يمكن إعادة ترميم الاتفاق السياسي، وأيضا الآن كيف تعلق على حديث الأستاذ بالقاسم مكزيط الذي يقول أنه ربما هذه هي الفرصة الأخيرة التي أعطيت
للمجلس الرئاسي ومنحه أشهر إضافية للعمل بعد أن كان الكثير يتوقع إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات أو تغييرات في هيكلية المجلس؟ نعم، ربما كلام سيد القاسم في كثير منا كلام مقبول، ولكن الآن إذا كان رجعنا إلى إعادة فتح المسودة، يعني الاتفاق السياسي، الاتفاق نعم، سواء كان بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي أو زي ما ذكر السيد بلقاسم أحد المقترحات اللي هي أن يكلف رئيس حكومة ويختار حكومة. أنا اللي نحب نأكد عليه ونصر عليه أن من خلال لجنة الحوار الحل يجب أولا أن يعاد تركيب مجموعة الحوار بشكل صحيح تمثل فيها الأطراف السياسية والعسكرية بشكل صحيح وتكون متوازنة. لأن أقول لك لو الآن أنا من خلال تجربتي مع فريق الحوار لو يوكل هذا الأمر لفريق الحوار بشكله الحالي سوف لن تكون النتائج إيجابية، وخاصة في قضية زي ما تذكرنا اللي هو تمثيل برقة الآن الغير منصف، حقيقة غير منصف في الاتفاق السياسي. يعني هذه أشياء، هذا من ضمن الأشياء التي يجب التركيز أولا على إذا كان أوكل لمجموعة الحوار أن هي من تقوم بهذا الدور، إذا كان أوكلها من تقوم بدور التعديل أو فتح الاتفاق السياسي أو إدخال أي تعديلات عليه، يجب أن يعاد النظر في المجموعة أولا قبل كل شيء. حديث أنه أنت أيضا خرجت أستاذ أحمد من الاجتماع غاضبا، اجتماعية الحوار، ووجهت الكثير من الاعتراضات، ضعنا في صورتها وأسباب هذا الغضب. نعم، هو كان نتيجة الكلام اللي نحن ذكرناه الآن، اللي هو كان هناك مطالب بتوجيه من خلال فريق الحوار حفاظا على على وحدة التراب الليبي، حفاظا على المهام اللي يجب أن تكون فيها مجموعة حوار وهي الحيادية التامة. للأسف الشديد كانت مجموعة الحوار منحازة بشكل كبير، دخلنا في مساومات وتدين هذا تدين ذاك، فأنا لم أقبل ولن أقبل أن أمثل برقة في 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 لجنة حوار بهذا الشكل، فخرجت. وهذا كل ما كان للأسف الشديد يعني كان مخيب للأمل بالنسبة لي أنا، وكانت يعني الفريق الحوار كنت أتمنى أن يكون أكثر حيادية، يكون أكثر عملية، ينظر للأمور بشكل صح. كان المفترض أن يقوم وفد مجلس النواب بتوضيح الصورة الكاملة للجيش التي يتبع لمجلس النواب واللي أخذ الشرعية وتعين القائد العام للجيش من مجلس النواب، ولكن للأسف الشديد أن المهمة أصبحت ليس هناك من يمثل هذا الجسم حقيقة في الحوار. طيب، وإذا لم يتم تعديل هذا الخلل في هيئة الحوار وأنت تهمها الآن بأنها أصبحت تمثل طرفا واحدا أو طرفين لكن لا تمثل عموم الشعب الليبي وكافة الليبيين، لكن إذا لم يتم هذا التعديل هل ستستمر في تمثيل برقة في هيئة الحوار؟ لا، أنا لا سوف لن أستمر إذا لم يتم إعادة التوازن. أكرر كلمة إعادة التوازن لفريق الحوار بحيث أنه يكون ممثل لكل الأطراف لكل الأقاليم بشكل صح ومتوازن، أنا سوف لن أعود للفريق الحوار من جديد. نعم، لن تعود لهيئة الحوار إذا لم يتم إعادة هيكلة هيئة الحوار، وتقول أن هناك الآن الصورة هي غير متوازنة في هيئة الحوار ويجب العمل على تمثيل أكبر لكافة الليبيين وكافة المناطق، وتحدث تحديدا عن منطقة برقة. مرة أخرى ينضم إلي الآن وأعود إلى الدكتور عاطف حسية. دكتور عاطف، في نهاية الحلقة كيف يمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه في الاتفاق السياسي؟ أعتقد أولا يجب أن ننوه بأن زيارة كوبلر للجهة النفطي هي صراحة مؤشر خطير، بأن الزيارة في تقديري بأن في تواجد قوة حقيقية في من أصحاب المنفعة أو أصحاب المصلحة الأساسية
في الهلال النفطي، وهي ربما تكون ممثلة في الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وضغوط الشركات العالمية على شراكاتها في النفط. وبالتالي يجب أن يتنبه الجميع لهذا لهذه المدخلات الجديدة. أما بما يتعلق بمناسبة إنقاذ الحوار، أنا أتفق تماما مع ضيفيك سيد بلقاسم وسيد أحمد، وأحيي سيد أحمد في حزمة وحسمة لموقفة في التمثيل البرقاوي داخل هيئة الحوار، وهي نقطة مهمة جدا. ولكن أضيف على ما تفضلوا به السادة، يجب تحديد أيضا وضع حدود حقيقية وواضحة لنشاطات الداعم أو ما يسوق له وهو راعي الحوار. راعي الحوار يجب تحديد نشاطاته داخل ليبيا في إيجاد الحلول. فمثلا إذا كان عدم وجود في جدول الأعمال في تونس مناقشة إقفال المعاني النفطية والمقدرات الثروات الليبية، لم تناقش بالتوسع في تونس، وفجأة يخرج علينا ويذهب إلى هذا الطرف، هذا بصراحة مؤشر خطير. وبالتالي يجب في خضم إعادة الحياة سواء الاتفاق السياسي أو غيره بصورة جديدة، سواء برئيس ونائبين أو تغيير حكومة الوفاق من رئيس وتغيير الحكومة بالكامل، يجب تحديد صلاحيات أو النشاطات راعي الحوار وهي الأمم المتحدة وعلى رأسها سيد كوبلو. طيب أستأذنكم ضيوفي الكرام، مشاهدينا الكرام، الآن وصلت إلينا مشاهد خاصة وحصرية لاقتحام منطقة القوارشة من قبل القوات المسلحة والشباب المساندين. ننتقل لمشاهدة هذه المشاهد. إذن مشاهدينا الكرام، كنتم مع مشاهد خاصة وحصرية لقناة ليبيا الحدث واقتحام
أحد أكبر أوكار الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي منطقة الجوارشة. مرة أخرى أعود إليك في نهاية الحلقة أستاذ أحمد العبار العضو المستقل في نهاية الحوار، كلمة أخيرة لو سمحت لي. أولا سيد أحمد أرجو أن نكون قد أعطينا صورة واضحة على ما حصل في اجتماعات فريق الحوار لكي يفهم كل الليبيين ما يدور في ذلك الفريق من عمل ربما كان يعقد الأمل الكبير على أن يصل هذا الاتفاق السياسي بليبيا إلى بر الأمان وتخرج من الأزمة التي أصبحت الآن يعاني منها المواطن في حياته اليومية. نامل أن تعاد الثقة من جديد للحقيقة في الأجسام الشرعية زي مجلس النواب، للأسف الشديد المتعثر، ما أستطيع أن أقول وبصراحة أنه متعثر جدا، يعني مجلس النواب إلى هذه اللحظة لا زال متعثر في التعاطي مع الشان السياسي الليبي. طيب. أهدر فرصة الاعتراف الدولي، أهدر فرصة الشرعية التي كان يحظى بها من دي، تعامل مع الحوار من البداية بشكل غير صحيح، والآن أيضا يتعامل مع الاتفاق بنفس الطريقة. طيب الأستاذ بالقاسم قزيط العضو المستقل في نهاية الحوار، كلمة أخيرة في نهاية الحلقة لو سمحت لي باختصار. يبدو أنه فقدنا الاتصال به. طيب إذن الأعضاء المستقلون في هيئة الحوار ضيوفي الكرام اليوم الأستاذ أحمد العبار وأيضا دكتور عاطف حسية وبالقاسم قزيط الأستاذ بالقاسم قزيط، شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم أنتم أيضا. في نهاية الحلقة مشاهدين الكرام في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم وتحياتي أحمد لقمان، في أمان الله.